يعتبر برنامج البكالوريا الدولية من البرامج التعليمية المتوازنة التي تهتم بالطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاماً، وهذا النوع من التعليم يعد الطلبة للحياة الجامعية كما يعدهم للحياة العملية. نظام الاي بي من أقوى الأنظمة الأكاديمية الموجودة بالعالم اللي معترف فيها كل الجامعات وكل التخصصات. هلأ بيميز نظام الاي بي من كل الأنظمة الثانية مش بس تفوقها الأكاديمي وتفوقها بالدراسة، الطريقة اللي بتطور الطالب كشخصية من ناحية فكرية ومن ناحية إنسانية. يدرس طلبة البكالوريا الدولية الذين يختارون المستوى المتقدم أو الذين يدرسون المستوى العادي 6 مواد في مجالات مختلفة: اللغات، الدراسات الاجتماعية، العلوم التجريبية، الرياضيات، الفنون. يهدف هذا البرنامج إلى إعداد طلاب متسائلين، مطلعين، مفكرين، متواصلين، منفتحين، مهتمين، مجازفين، متوازنين، متأملين، وذوي مبادئ. We have went to military trips and went to charities to help people. Each event and each trip had an impact on me. الحضور الكريم إلى تجربة الأبي كانت تجربة فريدة، السنة الأولى منها على الأقل. فقد تعلمت أمورا لم أكن أتصور أنني قد أتعلمها وأنا جالس على مقاعد الدراسة. أما عن كيفية اختيار الطالب للغة، فهناك اللغة الأولى واللغة الثانية. المقصود باللغة الأولى هي اللغة الأم، العربية أو الإنجليزية. اللغة الثانية هي اللغة التي يدرسها الطالب إضافة إلى اللغة الأم، ويكون لديه معرفة مسبقة بها. بعد التطورات والدراسات اللي عملتها الاي بي طوروا 3 شغلات اللي هن الكاس والتي او كي نظرية المعرفة والاكستندد اسي اللي هي المقالة المطولة. نظرية المعرفة theory of knowledge في برنامج الاي بي هدفها مسألتين اساسية. اول مسألة قضية كيف نعرف، شو هي الوسائل اللي بتساعدنا على تحصيل المعرفة؟ بمعنى هل المعرفة عقلانية ولا معرفة بالحواس ولا معرفة بالمشاعر ولا معرفة من الذاكرة أو من الخصال الوراثية أو من اللغة وما إلى ذلك. الآن المسألة الثانية بعد ما نعرف كيف بنعرف، بدنا نعرف ما هي أهمية هاي المعرفة اللي احنا بنحصلها، هل هي معرفة ظنية أم هي معرفة حقيقية؟ وإذا كانت معرفة حقيقية مدى ارتباطها مع الواقع، مدى نسبية هاي الحقيقة، هل حقيقة نسبية ولا حقيقة مطلقة؟ أهم أهداف نظرية المعرفة إنها تعلمنا إنه المعرفة نسبية، فإذا كانت المعرفة نسبية حتى العلوم بإمكانها تتقدم في المستقبل على ضوء نسبية المعرفة. وأيضا ننتقل من نسبية المعرفة عند الأشخاص إلى نسبية المعرفة عند الثقافات المختلفة والحضارات المختلفة، وبالتالي هون دخلنا على مسألة حوار الثقافات، هذا إشي أساسي، وتقبل الآخر. على رأي الإمام الشافعي قوله: نظريتي صحيحة لكن تحتمل الخطأ، ونظريتك خاطئة ولكن تحتمل الصواب. الكاس مقسمة ل3 شغلات: كاس CAS. الأولى اللي هي C اللي هي الكرياتيفيتي أو الإبداع، الA اللي هي الأكشن اللي هي تطور المهارات من خلال الفعل، والS اللي هي سيرفيس اللي هي خدمة المجتمع. عندنا بالمدرسة الكرياتيفيتي والأكشن والسيرفيس دائماً بتكون تحت إرشاد قسم ستاف كامل اللي بهيئ الطالب وبيحضر للطالب وبينظم للطالب كل إشي محتاجه عشان يكمل 150 ساعة.
بالإضافة للكاس والتي أوكي في الإكستندد أساي اللي هي المقالة المطولة. المطلوب المقالة المطولة إنه الطالب يكتب بحث أو أساي طبعاً مقالة من 4000 كلمة، واللي بيخلق عند الطالب نوع من التعمق بالمواد اللي عم بأخذها اللي كتير بتحببه بالمادة أكثر. هلأ طبعاً هو عنده 6 مواد، بيختار واحدة منها وبكتب فيها مقالة طبعاً تحت إرشاد معلم أو معلمة من المدرسة اللي بيضلوا على اتصال دائم مع الطالب حتى ينتج هذه المقالة. الإبداع اللي عندنا بالمدرسة أمثلة عليها، في عندنا الفن طبعاً، الموسيقى، المسرح، التصوير، وأكيد لازم أجيب سيرة الفيلم ميكينج أو صناعة الأفلام، عشان بال2011 مدرستنا فازت بفيلم عملوه طلاب الآي بي اللي هن صف 11 و12 اسمه إيمرجنس، اللي نال على جائزة الأرب فرانكو فستيفال، ومن حسن حظنا يعني تلقت المدرسة والفيلم فيدباك كتير إيجابي، مش بس على مستوى الأردن، على مستوى عالمي. الأكشن اللي هو المهارات من خلال الفعل، كتير منحاول نشتغل مع الطلاب على تنمية مهاراتهم الرياضية من خلال تنظيم اشتراكات بالجيمز النوادي الرياضية، وبرضه من الأشياء الفعاليات اللي بنعملها اللي كتير حلوة بالمدرسة اللي هي team building activities، اللي هي بتعلم الطلاب كيف يشتغلوا مع بعض كفريق عشان يحققوا هدف معين. الجزء الثالث من كاس اللي هو السيرفيس اللي هي خدمة المجتمع، اللي هي كتير مننظم أنشطة وفعاليات زي مدرستي، منزور مراكز صحية زي ما بنحكي للأقل حظا، وهاي اللي بتفيد الطالب إنه بتعمل عنده وعي للمجتمع كامل. والهدف من الكاس بالنسبة للآي بي إنه يخلق فرد وأفراد فعالين بنائين وإنسانيين بالمجتمع اللي رح يفيدهم بمستقبلهم.